للضغط الاستاتيكي. احنا هنا بننتقل لموضوع ثاني تماما. احنا بدنا نفرق ما بين الضغط الاستاتيكي وضغط السرعه او ضغط الحركه. احنا هون قلنا الهواء موجود بحالته الطبيعيه، مش مأثرين عليه باي قوه، الماء بحالته الطبيعيه مش مأثرين، كل شيء يؤثر بفعل وزنه، بفعل وزنه او كتلته، الام بالجي الوزن. اما هون احنا لما نتكلم عن الضغط الاستاتيكي او الضغط الحركي، احنا بنتكلم عن هواء او غاز ساكن وهواء او غاز متحرك. تمام؟ احنا بهاي الحالة لما نقول ضغط استاتيكي معناته انا عندي مكان واضع فيه هذا الهواء. تمام؟ بوكس، صندوق، غرفة، اي شيء الهواء موجود فيه وغير متحرك، انا مش مؤثر عليه ولا باي قوة. عمليا هذا الهواء بفعل الوزن تبعه حسب ارتفاع او حجم هذا الصندوق او هاي الغرفة ما له وزن. احنا كنا ناخذ وزن عمود الهواء من الارض حتى نصل الى الغلاف الجوي، احنا حاليا بدنا ناخذ قطعة معينة، نقتص هيك صندوق ونقول انه هذا الصندوق مليان عندي هواء. تمام؟ حسب حجمه، حسب كبير صغير، حسب عندي هون الكتلة الموجودة، المادة الموجودة عندي الهواء، هذا هون عندي الهواء يؤثر بوزن معين، سواء كان بوكس صندوق كبير كبير صغير، مهما كانت حجم هذا الصندوق اللي فيه هواء، فيه مادة، هذه المادة فيها جزيئات، الجزيئات هاي في لها حركة، تتحرك، 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 بتغير أماكنها، تمام؟ هاي جزيئات الهواء ما بتظل هيك الجزيئة قاعدة هيك وساكتة هون، لا، هاي جزيئة الهواء هون بهاي اللحظة بتكون هون، بعد شوي بتكون هون، بعد شوي بتكون هون، تتحرك تتحرك لأنه المجال مفتوح بالنسبة لها، مش مثل ذرة الجسم الصلب بدها تتحرك وتلاقي في ذرة لاصقة فيها، لا، هذا ذرة الهواء بتتحرك بحرية، فعمليا حركة هذه الذرات مع الوزن تبع هاي الكتلة الموجودة يؤثر قلنا بشكل عمودي على أطراف هذا الصندوق بكل الاتجاهات. هذا الضغط الذي تؤثر فيه حركة هذه الذرات وهو ساكن هذا الهواء بما يؤثر فيه أيضا مع وزنه وحركة هذه الجزيئات بشكل عمودي على أسطح هذا الصندوق أو البوكس أو الغرفة أو الدكت، تمام؟ هذا اسمه الضغط الاستاتيكي، يعني الضغط الذي تؤثر فيه ذرات الهواء على محيط يعني الشيء اللي بتكون يحتويها بشكل عمودي وهي ساكنة ما تتحرك، إذا هو هذا الضغط الاستاتيكي.